السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني متابعين مطبخ فلفل شطة. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المحشية، هنعملها محشية بالرز المصري بتاعنا الجميل. معانا الفراخ طبعا الكمية اللي انت عاوزاها، انا هنا هعمل فرختين، وزن الفرخة حوالي 2 كيلو، مغسولين ومنقوعين في مية وليمون ومتصفيين كويس، بصلة مفرومة، كوبايتين رز مصري مغسولين ومتصفيين، الكبد والقوانص بتاعت الفراخ، معلقتين زبيب. معانا التوابل بتاعتنا هتكون معلقة ملح كبيرة، معلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة كزبرة صغيرة، نص معلقة سكر، ربع كبابة صيني، ربع قرفة. وهنبتدي مع بعض. اول حاجة هنتبلها الفراخ. البصلة المفرومة عندنا قلنا هنضيف عليها معلقة الملح الكبيرة، معلقة الفلفل الاسود الصغيرة، معلقة الكزبرة، نص سكر، ربع كبابة صيني، ربع قرفة. هنضيفهم كده للبصلة. هناخد نص البصلة هنتبل بيها الفراخ، والنص التاني هنعمل بيه الرز بتاعنا. اول حاجة البصلة كده مع التوابل كويس. قلنا كده هناخد نص البصلة هنتبل بيها الفراخ بتاعتنا، والنص التاني هنعمل بيه الرز. نص كده اهو هتبل بيه الفراخ بتاعتي كويس، وهدعكها كويس حتى تحت الجلد كده، هدخل كل التتبيلة بتاعتي في الفرخة بتاعتي كويس. واهم حاجة تتبل الفرخة بتاعتك كويس علشان تاخد من طعم البصل والتوابل اللي انت حطها لها. كده بندعك الفراخ بتاعتنا كويس بالتتبيله من كل الاتجاهات، وهنسيب الفراخ في التتبيله بتاعتنا وهنروح نعمل الرز مع بعض. وفي حله كده صغيره على البوتاجاز هنضيف معلقتين زيت عليهم نص معلقه سمنه، وهننزل بالرز اللي احنا غاسلينه ومصفينه كويس، هنديله تشويح لحد ما الرز كله يتغلف بالماده الدهنيه بتاعتنا. احنا بنقلب في الرز بتاعنا لحد ما يتغلف كله بالمادة الدهنية. وهنا بنحط مية، حلة فيها مية لسلق الفراخ على النار. قلبنا في الرز بتاعنا كده كويس، هننزل بالبصلة، نص البصلة اللي احنا سايبينها قلنا للرز اهي كده، هنزل بيها على الرز بتاعي وهقلبها كويس. بعد ما نقلب البصلة كويس معاه، ريحة البصلة طبعا والتوابل بتاعتنا هتشميها هتطلع جامد. الرز بتاعنا كده سخن كويس مع البصلة بتاعته كده، هنضيف نص كوباية مية للخليط بتاعنا. هنسيبها تتشرب نص كوباية المية بالشكل ده، هي مش هنكتر المية لان لسه هياخد سوا معاها في السلق بتاع الفراخ عشان ما يعجنش منك. نص الكوباية كده، وهنغطي على الرز ونوطي عليه النار لمدة 5 دقايق كده او 3 دقايق لحد ما يتشرب المية بتاعته. وكده الرز بتاعنا اتشرب نص كوباية المية، شايفين بقى واخد حوالي نص سوا كده ومتفلفل اهو. هنسيبه يبرد وهنحمر مع بعض الكبد والقوانص بتاعتنا. وكده في طاسة على النار هنحمر الكبد والقوانص بتاعتنا، فيها معلقة سمنة نسيبها تسخن، وهننزل بالكبد والقوانص بتاعتنا كده. وهنديها رشة ملح ورشة فلفل اسود.
الكبد والقوانص بتاعتنا اول ما تحمر كده هندفع عليها النار مش هنقلب فيها كتير، هنسيبها اول ما تشد من تحت كده نقلبها وكده. الكبده بتاعتنا اهي نديها تقليبه بنحمر الكبد والقوانص بتاعتنا هنا ولازم تحمر الكبد والقوانص عشان ما تحطهاش مع الرز وتعمل ريحه زفاره وهي نيه، لازم نحمرها ونحمرها كمان كويس يعني لحد ما تاخد لون معانا. الكبد والقوانص بتاعتنا اتحمرت كده كويس اهي، شايفين اخدت اللون كده ما فيهاش اي سوائل، اهم حاجه ما يكونش فيها اي ميه عشان ما تعملش ريحه زفاره مع الرز بتاعنا. هنطفي عليها النار وهنرجع للفراخ نحشيها مع بعض. الرز بتاعنا كده هدي، هنضيف له الكبد والقوانص اللي احنا حمرناها زي ما هي بالسمنه اللي فيها كده، وهنضيف معاهم قلنا معلقتين الزبيب وهنقلبهم كويس وهنحشي بيهم الفراخ بتاعتنا. وده شكل الخلطة بتاعتنا هنحشي بيها طبعا الفراخ كويس. بعد ما نحشي الفراخ بتاعتنا هنكتفها واحنا بنحشي الرز بتاعنا ما نكبسش جامد، يعني تحاول ان انت تخليه كده متهوي عشان يستوي معاك الرز، ما يبقاش ني من جوه، وتحاولي تدخلي كده تحت الجلد كمان اهو معاكي في الحتت اللي فاضيه دي اهي اللي بين الاوراق كده، تحاولي ان انت تدخلي الرز بتاعك اهو بالشكل ده. حشينا الفراخ بتاعتنا كده بالرز، هنبتدي نكتفها مع بعض اهو كده بالشكل ده، هندخل الورك في الجزء اللي مفتوح من هنا كده من تحت كده. عملنا الفرخة دخلنا النص بتاعها من هنا كده الرجل، ندخل الرجل التانية كده اهي بالشكل ده. كده بنكتف الفرخة اهو بالشكل ده. كده كتفنا الفرختين، هننزل هنروح على الشوربة بتاعتنا. هنروح على البوتاجاز، حلة على النار فيها مية مغلية، هنضيف لها ورق اللوري والبصلة والطماطمية والجزراية ولو فصوص حبهان، وهننزل بالفراخ بتاعتنا بالشكل ده. وهنسيب الفراخ بتاعتنا تستوي على نار عالية لمدة ربع ساعة، وبعدها هنخلي النار متوسطة. وكده ده شكل الفراخ بتاعتنا وهي على النار، اخدت ربع ساعة على درجة حرارة عالية. هنبتدي نخلي درجة الحرارة متوسطة، وهنشيل اي ريمة بقى معانا على الوش كده، لو في اي ريمة هتشيليها. والفراخ بتاعتنا هتاخد من ساعة لربع ساعة على نار متوسطة، وبعد ما تستوي الفراخ بتاعتنا هرجع لكم. وده كده يا حبايبي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الشوربة، اخدت حوالي ساعة لربع على النار لحد ما استوت كده. هنا معانا ربع كوباية عصير طماطم، معاهم نص معلقة صلصة، رشة فلفل اسود، رشة كزبرة، رشة سكر وملح طبعا، وهنقلبهم كويس. هقولهم كمان، ربع كوباية عصير طماطم، معاهم نص معلقة صلصة، رشة كزبرة، رشة فلفل اسود، رشة ملح، رشة سكر،
والملح، هنقلبهم كويس وهندهن الفراخ بتاعتنا كده. هندهن الفراخ بالشكل ده وهندخل الفراخ بتاعتنا الفرن على الرف الوسطاني لمدة 10 دقايق. اول ما تتشمع كلها هنحطها تحت الشواية تاخد لون لمدة 5 دقايق، وهرجع لكم اوريكم شكلها. وكده ده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، اخدت 10 دقايق على الرف الوسطاني وخمس دقايق تحت الشواية. ويا رب وزينتها كده بحبة بقدونس وعملت من تحت كده بورقة فويل. ويا رب اكون فدتكم باي معلومة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وبألف هنا.